كل ما كان يفكر فيه ابن بطوطة أثناء رحلته هو تدبير طريقة تجعله يتفادى أمر انكشاف أمره لدى وصوله إلى مخيم الجنود. ترى هل سينجح في ذلك أم أن عليه أن يفكر في أمر آخر؟ حسناً، أين تقع الأرض التي تحدثت عنها يا شمس؟ أعتقد أنها هناك. أترى الخيم؟ بالقرب منها. حسناً، هيا بنا أيها الحراس. ولكن ألا ترى يا سيدي أنه من الأفضل للحراس الانتظار هنا كي لا نثير ريبة المزارعين؟ لا أعتقد ذلك يا شمس. هيا يا حراس. حسناً. هيا ألن تتقدم أم إنك بحاجة إلى من يجبرك على هذا؟ هيا. بلى يا سيدي. آمل ألا يعرفني أحد من الجنود. ماذا قلت؟ لا شيء يا سيدي، لا شيء. إلى أين أنت ذاهب؟ لدي فكرة قد تختصر علينا بعض المسافة، أريد أن أقترحها. حقا؟ سيدي، لماذا نأخذ هذا الاتجاه؟ هنالك طريق مختصرة قد توفر علينا بعض الوقت. لما لا نذهب من هنا؟ أريد أن أرى موقع الخيم. أتعرف من يسكن هذه الخيم يا شمس؟ كلا يا سيدي، لا أعرف. إذن هيا بنا نعرف. هيا يا رجال، أسرعوا. ما هذا؟ لا أعلم، لربما يكونون قطاع طرق. أيها الجنود، تأهبوا. انتظر، قد يكونون مجموعة من التجار أو بعض رسل أبي حجاج. معك حق. أترى المدعو شمس بينهم؟ أتمنى ذلك. إنهم جنود إذن، ولكن ماذا يفعلون هنا؟ مرحبا. أهلا بك. كيف حالكم أيها الجنود؟ أنا موفد من ملك غرناطة، ولقد أرسلني في جولة استكشافية إلى جبل طارق. حقا، إذن أنت تعرف بأمر خطف الفرسان. كشف أمري. بالطبع أنا أعرف بأمر الفرسان، لذلك نقوم برحلة استكشافية. ولكن قل لي، هل هنالك من أرسلكم للبحث عنهم؟ في الواقع يا سيدي، نحن أتينا برفقة. سيدي، احذر الاقتراب من هذا الرجل. أي رجل؟ الجندي. انظر، لديه بثور غريبة على وجهه، إنه مصاب بوباء أغادير القاتل. أنا؟ ولكن هذه البثور ولدت. ابتعدوا عنه. ابتعدوا عنه، وإلا قد تصابون بالوباء القاتل. لا تتكلم أيها الشاب، سأقترب منك كي أرى في أي مرحلة أنت من الوباء. لقد أصبت به ونجوت بأعجوبة. أنا أكره الأمراض. وأنا أيضا، لو كنت متأكدا أنني لن أصاب بالوباء لما اقتربت منه أساسا. ولكن من المهم أن نعرف أي مرحلة من الوباء بلغها هذا الرجل، إذ أن هنالك مراحل لا تصيب بالوباء.
سأقترب منك أكثر وسأطلب منك ألا تتكلم على الإطلاق، مفهوم؟ حسناً يا سيدي، حسناً. ماذا يجري يا شمس؟ الصبر، الصبر يا سيدي. يحتاج بائع العنب لمزيد من الوقت. تصرفا كأنكما لا تعرفاني، ها؟ ولا تتكلما عن سبب وجودكما هنا ولا من أين أتيتما. هذا الرجل يدعى ابن أبي غراب، وهو الذي تولى عملية خطف الفرسان. أين قائدكم؟ ذهب ليحضر بعض الحاجيات. هكذا، حسناً، أطلب من كل الجنود أن يتأهبوا بسرعة. عندما يعود عليه أن يتوجه فوراً إلى قصر ملك غرناطة ليبلغه كلمة السر هذه، ترسانة الليل، وأن يتوجه مع فرقة كبيرة من الجنود إلى أعلى الجبل في مالقة حيث أسر ابن أبي غراب الجنود، مفهوم؟ أنا غير مطمئن لما يجري، لقد تأخر الوقت. يمكننا أن ننطلق يا سيدي. شمس، متى عدت؟ هل كشفت أمر الفرسان؟ أيها الحراس، لقد تعرضنا لكمين. اتبعني، اتبعني، هيا بسرعة.